يبارك لكم جاهزية هذا الملعب في وقت قياسي، لكن الناس ما تعرف إيش اللي أنجزته. الله يسلمك، رحب فيكم أول شيء في دبي، هاي بلدكم الثانية دولة الإمارات، ورحبكم أيضا في استاد المكتوم اللي هو نادي النصر، واللي تم إعداده بشكل كبير من المبنى القديم للاستاد إلى هذا الاستاد الجديد الحمد لله. في البداية نحن يعني كلمة شكر نوجهها لكل اللي كانوا قائمين على هذا المشروع، بدءا من التوجيهات العليا من أصحاب السمو الشيوخ ورئيس النادي بتجهيز مبنى جديد لاستضافة البطولة هاي. بس التفاصيل الثانية كان في سرعة في الوقت، دقة في التنفيذ، نتيجة مبهرة تماما، وإحنا قاعدين نشوف الآن جاهزية الملعب، ما حد يتصور المدة اللي أنجزوا فيها. والله هي تقريبا المدة قياسا يعني من بدء المشروع لسات الاستاد القديم موجود، تتكلم عن 390 يوم من أول ما بدأ الهدم، يعني من أول ثانية إلى الآن تقريبا 390 يوم تم تجهيز الملعب بالكامل. نظام العمل كان لمدة 24 ساعة. الستيل تقريبا الاستراكشر ستيل في ما يقارب فوق 3000 او قريب من 3400 طن موجود وتم تجهيزه. تم رفع السعه الاستيعابيه للاستاد الى 15000 متفرج بكامله. تم اضافه مبنى اخر اللي هي مع المنصه الرئيسيه مثل ما تشوف انت في الخلف. تم تجهيز الكراسي والاماكن جلوس الميديا وكل هذه الامور برفع الطاقة الاستيعابية عن السابقة اللي موجودة، وبعد إن شاء الله بناخذكم زيارة داخل بتشوفون التغييرات الجذرية اللي حاصلة والنظام اللي اتعمل فيه يعني الاستاد وتجهيزه، وتم استخدام أفضل التقنيات سواء الكهربائية أو التقنية في مواصفات هذا الاستاد. اللي اعرف انه لابد كملعب راح يستضيف بطوله انه يطابق اشتراطات الاتحاد الاسيوي، لكن انتم ما شاء الله تبارك الله تجاوزتوا هالاشتراطات. الحمد لله. طبعا شوف دائما الانسان يتطلع الى الافضل ويتطلع الى تقديم افضل ما عنده لما هو مطلوب. فلما تم توجيه الاستضافه تم توجيه القائمين بوضع كل المعايير بأعلى ستاندر في هذا الملعب، فعلى الأساس أبسطها أعتقد حتى الإضاءة، الاتحاد الآسيوي يطلب 3000 تقريبا. صحيح، نحن الإضاءة عندنا تقريبا ما تقل عن أو في حدود 3800 اللوكس ماله، والنظام LED واللي هو الستاندر العالمي المستخدم حاليا هذا اللي تم تجهيز فيه الإضاءة، بالإضاءة إلى الشيد هذا مثل ما نشوفه نحن أبيض، يتم استخدام يعني جميع الوان الطيف موجوده، ممكن استخدام اي لون فيها، ممكن استخدامه باعلام معينه باشكال معينه، وبيكون استخدام الاضاءه ايضا في عمليه الانفوتينمنت اثناء المباريات. دوري بلاس معاك يا الاخضر.